أربعون شكر وتقدير من نادينا نادي المستقبل إلى عميد جامعة ملوك الحرف المقدية الدكتور طلال حداد، أهلا وسهلا بك في الجنوب في طيب دقة، نورتهم بفضلك. لكن بعد عمركم شوية هيك بس إذا تريدوا انت الرأي وخليكم هيك فريال فضلي. مصور البارع الأستاذ إبراهيم زيد. شكرا لك. محمد مع الدكتور. بالآخر أنا فعلا يعني مسرورة جدا لحضوركم. سوريا أصبح ضعفين بحضور الأستاذ الدكتور طلال حداد مؤسس جامعة ملوك الحرف النقدية اللي حاليا بلبنان وصار إلى كذا فرع مع الدول العربية. بدي اقول شغله صغيره بس يعطيها العافيه الاستاذ فريال، هي محاميه الجامعه وهي المستشاره وهي هي حبيبه قلبنا كمان، هي اللي اقامت الجامعه على اكتافها من كثر اشغالها بتقصد وهي ما قدرت تستلمها فانا جبتها معي الان.